انا الاخت ديال رطال ايوب، انا خوت الاخت ديال رطال ايوب اللي تغيب نهار الاربعاء، نهار 24 شهر 2 2021، اللي مريض عنده واحد التيمور في راسو، واللي اللي ادى بيه اللي ولا تينسى، ومن نهار خرج دركا ما تيشربش الدواء ديالو، وخفنا يطيح في شي قنص وما يعرفوا حتى شي حد، ما عنده لا ورقه لا حتى شي حاجه، شي معلومات عليه باش يعرفوه، وداك الشيء راه ما لا طاح ما غاديش يعرفوا، ما عنده حتى شي معلومه في جيبه باش يعرفوه الناس. انا مزوقه فيكم اخوتي المغاربه واخوتي العرب كاملين اللي كاينين في ايطاليا. خويا مسكين راه محن وعنده تيمور في راسو، راه ما تيعقلش. وشوفوا من حالنا، عاونونا بارطاجيو هذا الفيديو باش الناس يوصلوا لخويا، باش الناس المسؤولين يوصلوا لخويا ويجيبوا باش ياخذ الدواء ديالو، ومعاه هاد كوفيد وداك الشيء، وعنده هو المناعه اصلا طايحه، ما عنده تيمور في راسو، عنده المناعه طايحه، وما عرفنا حنا دركا فين تيباس، ما عنده حتى شي وثيقه اللي اللي باش يعرفوا بانه قرطال ايوب. الله انا مزوقه فيكم اخوتي المغاربه، الا ما عاونونا في هاد خويا الله يرحم لكم والدي، الوالد ديالي محل، وخوتي خواتاتي الاخوات ديالنا كلشي